المجتمع المدني لما طول الوقت بنقول ان عليه دور مهم جدا في كل مناحي ومجالات الحياة، بنبقى عايزين نشوف ده على ارض الواقع، ما يبقاش كلامه بس. الحقيقة انه في مبادرة هايلة اتعملت في مركز الاورام في المنصورة، الاطفال المصابين بالسرطان لعلاجهم مجانا. في فريق هناك اتبنى المشروع ده وراح في رمضان، الكلام ده كان بدأ من رمضان 2017، وقرروا انه لان هو مبنى مركز المنصورة للأورام ده كذا دور، ادوار كتيرة جدا، قرروا انه الدور السابع ده يتبني ويتجهز تماما بناء على يعني الموافقات اللي خلصت والتصاريح والحاجات كلها، حتى يتم علاج الأطفال المصابين بالسرطان مجانا. لما تشوفوا الصورة الحلوة ولما تشوفوا ازاي مراعيين انه حتى الديكور والرسم على الحيطان والتعامل مع الأطفال ده من بره، بصوا الرسومات، في فنانين وفي ناس وهتشوفوهم في التقرير زي الفنانة الجميلة دي جم ورسموا، رسموا على الجدار علشان الطفل حتى وهو جاي يدخل المستشفى يتعالج نفسيا يحس انه في اهتمام بيه، في راحة، في صورة حلوة حواليه، من اول السور الخارجي للمستشفى مرورا إلى الدخول والتعامل مع الناس وصولا إلى الطابق السابع بمركز الأورام التابع لجامعة المنصورة. حينه شغل محترم جدا، سعداء إن احنا يعني نقدم صورة عن هذا المشروع. سنة كاملة بيشتغلوا على تزويد الدور السابع بأجهزة العالمية وافتتحوا المركز، والحقيقة إنه الجميلة دائما أنغام كانت موجودة في حفل الافتتاح واتبرعت بأجرها يعني بالكامل لمركز الأورام، ودي الحقيقة حاجات بننتظرها دايما من الفنانين المصريين اللي بقيمة كبيرة الحقيقة زي أنغام الجميلة. تعالوا نشوف مع بعض تقرير زميلنا أحمد صالح اللي قام بجولة داخل مركز الأورام التابع لجامعة المنصورة. تعرف الفكرة بدأت ازاي؟ بدأت من رمضان اللي فات. اتنين مؤسسي جروب اسمه فات يونايتد، المكان الوحيد فيرتيكال اللي يسمح بوجود ما يسمى بلاي اريا، منطقة الاطفال تلعب فيها، كان السابع، ومن هنا نشأ حلم الدور السابع. وقدروا فعلا يغيروا وجه الدور ده تماما من الدور في مستشفى بشيء صماء الى مدينة ملاهي لذيذة الطفل بيحاول حابب يلعب بيها. الناس دي نجحت انها تجيب من الناس حوالي 8 مليون جنيه وحطوه في بروجكت متكامل. بدأوا بالفعل في 17 يوم، عملنا غرفة عناية مركزة على طراز عالمي في 17 يوم. أنا عندي وحدة جراحة أورام، وحدة أمراض الدم، وحدة أورام بطنة، ووحدة أورام الأطفال. هي مؤسسة متكاملة، مركز أورام الأطفال. أنا بشتغل عمليات يومية علشان ما أعملش خايمة انتظار. كل الوحدات جاية من أوروبا، بدأنا نورد في الأشياء فعلا. الجزء المدني انتهى إن شاء الله بإذن الله تعالى في الربيع القادم، ربيع 2019 بإذن الله سيكون أول حالة زرع نخاع يتم إجراءها في مركز أورام جامعة المنصورة إن شاء الله. أنا ما عنديش انتقاء من أي مكان طالما معاه ما يثبت أنه مريض أورام الأطفال، أهلا وسهلا بيه. المركز هو حاليا تاني أكبر مركز على مستوى الجمهورية في تقديم الخدمة الطبية العلاجية جميعي. إحنا بنخدم حوالي 7 أو 9 محافظات مجاورة. إحنا بنقول هم بياخدوا حوالي 160 ل 200 حالة جديدة سنويا. في الدور السابع احنا حاليا دلوقتي 34 سرير، 10 أسرة من العناية المركزة والعناية المتوسطة. عندنا من أنواع الأورام، الأورام السرطان الليمفاوي، أورام السرطان الحاد اللي بيصيب العظام، وسرطان الغدة الفوق خزرية. في سرطان الغدة الليمفاوية طبعا بيمثل تلت تقريبا الحالات. إنما بنقول بقى إن احنا عايزين تطوير الخدمات، يعني دور مكافحة العدوى، دور الصيدلية، دور الصيدلة الكلينيكية، دور تقديم العلاج المناسب في الوقت المناسب للطفل. فات يونايتد هو عبارة عن نقدر نقول فريق كرة، اللي كانت ناس كانت فكرة هزار وضحك وكده، بس لما الموضوع قلب بجد قرروا ان هم يعملوا حاجة مفيدة.
وكان النتاج بتاعها المكان اللي احنا واقفين فيه دلوقتي. احنا دايما بنتطلع للافضل، احنا في مستوى الحمد لله افضل من قبل كده، واحنا ان شاء الله متطلعين للافضل. في نقص ادويه، في نقص في بعض التحاليل والمعامل، محتاجين برضو في مشاكل فنيه على مستوى اجهزه الاشعه، احيانا بنتعرض لعطل وده ساعات بيوقفنا. نفسنا كل الحاجات دي يعني تتم بشكل اسهل واسرع ان شاء الله. بعمل حاجه اسمها علاج بالفن الفئات زي اطفال الشوارع ودور رعايه الاحداث. ولما ابتدت فكره بناء طريق جديد او تشييد طريق جديد لمركز الاورام، ومن هنا ابتدت الفكره ان انا احط افكار فيها بهجه وتفاؤل شويه للمرضى والزوار المركز، خصوصا المرضى وزويهم، الناس اللي بيعانوا قوي. من حقهم بصراحه ان هم لما يدخلوا مكان كفايه ان هم بيعانوا جوه، لأن هما كمان يشوفوا حاجة جميلة، حاجة مبهجة تديهم أمل وبهجة وتفاؤل. المكان هنا حلو، بيسلي الواحد، نفسي أخف وباخد الدواء في مواعيده، نفسي أبقى زي محمد صلاح.